الأخير الشوط الرابع عشر بحفظ الله ورعايته ينطلق بسم الله على بركة الله وحفظه. انطلق الشوط الأخير انطلق الشوط الوداعي في هذا الصباح الجميل، هذا الصباح المميز. أتمنى دائما التوفيق والنموس للأخوة المشاركين. يا السلام، المركز الأول هنا من يأتينا ما يخاف، سالم بن حميد الشاعر العليلي، بينما اللي في المركز الثاني ما أيضا ضاري حمد عمران بن راشد بن حمود الشتبي، وفي المركز الثالث الغمران سعيد بن محمد بن خلفان بن حزين وجساس. يأتي رابع المراكز لأحمد بن راشد القراعة النعيمي. يا السلام، بينما اللي في المركز الخامس هناك من يأتي شاهين يمع بن حمد بن عبد الله السبوسي. هكذا أيها الإخوة كان كان الوصف التفصيلي لمراكز أعلاها. عليكم بالوهود تمام. الله الله يا ما يخاف، مسيطر على المركز الأول، صامد على مقدمة الشوط. هناك سالم بن حميد الشاعر العليلي، ولكن وصلكم صاحب الانجازات وصل الجساس احمد بن راشد القراعه النعيمي. يلا يا ابو راشد. بينما اللي في المركز الثاني الغمران سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم ايضا حاضرا بثاني ثالث المراكز. المركز الرابع شعار بن حمودي. يا السلام، ولكن غير الجساس على المركز الاول. احمد بن راشد القراعه النعيمي من يسيطر مع الجساس على المركز الاول. سلامي يا ابو شهاب. فوق الانجاز يسجل انجاز ما شاء الله، فوق انجازاته يسجل الكثير والكثير. صاحب سيارتي مهرجان التل ما شاء الله حاضرا هنا مع هذا الانطلاق الجميل. تهانينا والنموس احمد بن راشد القراعه النعيمي بمناسبه فوز الجساس بالمركز الاول. دائما يعرف اين الطريق الانجاز. تهانينا والنموس الى وصوله الى خط النهايه مع الفوز والنموس. المركز الثاني هناك من ياتي سالم بن حميد الشاعر العليلي. المركز الثالث للسيد محمد هلال محمد سالمي الخيالي. المركز الرابع شعار سعيد محمد خلفان بن حزيم. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه دقيقتين 17 ثانيه 59 الجزء الثاني. تهانينا والناموس كل شكر دائما والتقدير لجميع اللجان العامله هنا في هذا الميدان. شكرا لهذه المكرمه من سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على هذه المكرمه التي تاتي عاما تلو عام هناك في أرضية هذا الميدان وجميع الميادين التابعة لنادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. متحياتي معلقكم من هذا الميدان نواف بن فاضل، وإلى اللقاء.